السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاح والأحباب، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. مرحبا بكم وكل كي راكم. حصة جديدة كالعادة، ننطلق على المباشر في قناة المغربية، وحصتكم فرغ قلبك يا خالتي. آخر حصة في هذا الأسبوع، اليوم أوني لو 24 ماي 2024، حنحكيو على بعض أحداث النورمال السياسية اللي شفتوها أكيد عن الإخوة، ونخليكم تشاركوا فيها وتتكلموا. ولكن راك تعرفوا في هذه الحصة نحب نجيب جوانب أخرى من المجتمع الجزائري، اللي هم انا في نظري يعني مهمين ايضا، يعني مقارنة ايضا مع السياسة مع الوضع العام في البلاد، لكن حوايج مهمين يا اخوتي والله، حوايج يعني ما نقدروش نفوت عليهم ونمر عليهم مرور الكرام يا اخوتي. لازمتنا نقعدوا نتوقفوا ونحكيوا عليهم. اولا مش راح ندير زابينج لانه الموضوع يعني والوقت كذا مش راح ناكلوه. حاعطيكم الصورة تاع الشاب هاد لو جون ياسين يا خوتي، هاد لو جون ياسين اللي اليوم كانت الجنازة تاعو، ربي يرحمه وربي يوسع عليه. اليوم ولا البارح كانت الجنازة تاعو، يعني توفى في ظروف مأساوية يا خوتي. ضربوه بعد الماتش، هو من مناصرين مولودية العاصمة في مقرة، وقع كروشاج ضربوا بعضهم لي جون وهو ضربوه. يعني كي غير دالباك، سنة تانية جامعي، سن متربي، المسجد معروف في أهله، يعني كل يوم يكرموه لأنه كان يعني من حفاظ القرآن وكذا، عاقل يعني جون عاقل راح يسيبورتي يفض ميت في الجزائر الجديدة عليها بين قوسين. وهذا ماهوش كلامي، هذا دوك تشوفوا باللي الإعلاميين المختصين في كرة القدم قالوا باللي ما بقاتش كرة قدم، تسمى حتى لو سول دومين اللي كنا نفرح به اللي هي كرة القدم، يعني لأن المجالات الأخرى فيها وعلاها، ولا فيه القتل ولا فيه تن النكسات كيما هك. إلى متى يعني الناس تفيق ولا السلطات تفيق باللي هذا التهور وهذا التسيب راه قاعد يؤدي بأرواح الناس؟ هدرنا على البطالة وقلناها شباب قاعدة تروح للحرقة وتروح كذا وتروح كذا وتموت، وهدرنا على الكاشيات وقلنا يا جماعة لي زاغريسيون الكاشيات وكذا وكذا، وهدرنا يعني لي زاكسيدون الى اخره، الانتحارات كذا كذا كذا. اليوم حتى في السبور ولات فيه الكتيله. طبعا شفت انا قناه الهداف تكلموا يعني لي سولي يعني شويه ديفلوبا وشويه الموضوع. احنا الفيديو حطيناه عن اللي صار ضرب وحطيناه في المغاربيه وشفناه وتكلمنا عليه، لكن نزيد نذكركم في الاوضاع كيفاه كانت وكيفاه تعاركوا وكيفاه ضربوا بعضهم. تفضل خويا المش. ما يحدث اصبح يثير الدهشه، أنه وفيات بسبب كرة القدم تمر مرور الكرام وكأن شيء لم يحدث. سامي العماري، شوف شوف الحافلة هذه، أحد الحافلات من هذه الحافلة كما هذه اللي تقاس وتضرب الشاب هذا صغيري، شوف الحافلة وشوف كأنك في حرب داحس، شوف شوف الدماء، شوف الدم اللي كاين داخل الحافلة. هذه صور صراو في مدينة مقرة عقب لقاء مولودية الجزائر ونجم مقرة بحضور الدرك الوطني. أنا نشوفه الدرك الوطني كي وصلوا، شوف الأمور كيفاش الناس بالحجر، والناس رغم حضور الدرك الوطني شوف كيفاش تشابك بالحجارة. يعني في أي تشوف شبان هادو قادر أي واحد منهم يتلقى حجرة في راسه، يتلقاها في عينه، يتلقاها في وجهه، يتلقاها في قلبه، يقدر يتعرض إلى عاهة مستديمة. علاش علينا على مباراة بين مولودية الجزائر والنجم مقرة خلاصت بالتعادل نقطة لكل فريق؟ علاش يعني هذا الشيء؟ هل الناس راي كونسيون باللي اللي يحدث هذه الصور تسرى في الكثير من المباريات عقب اللقاء أو قبل اللقاء؟ يعني راح نشوفه بعد قليل لو جون تاع اليسما، لو جون أيضا يونس اللي يرقد في المستشفى بعد ان تعرض لضربه بخنجر موس، ضربه موس للسيبورتور تاع اليسما. راح قناه الهداف على كل حال زارته، راح نستمعوا ليه بعد قليل. لكن الانصار لازم يشوفوا هذه الصور، والسلطات العليا للبلد يجب ان تشاهد هذه الصور حتى نضع النقاط على الحروف. الى متى نبقى نحسبوا في الموتى تاعنا من اجل جلد منفوخ؟ الناس راهي تتموت على جل كرة قدم، ما هذه ما تميريتيش هذا ما يحدث أصبح. شفتوا يا خالد إلى متى؟ عم بالك عيينا عيينا نهضروا يا جماعة هاي الحرقة يتموت وهاي كذا يتموت، ديريك تهضر محيط. خلينا من اللي يجي يقولك احنا الحمد لله احنا لاباس، ماكش لاباس، الناس قاعدة تموت على ماتش، الدرك الوطني واقف وناس تضرب في الحجار، ما عنده أي قيمة. شكوني مسؤول على الأمن؟ لي مسؤول على الأمن ما بقاش يحميك وش بقات؟
ناس قاعدة تموت، عجل فوت. وهما ما هاد إعلاميين، ماهيش خدمته هو يحكي على الأوضاع والموت وكذا، خدمته الرياضة، لكن أوبليجي. الناس ميتة، ناس مطفيين الضوء، ما عم بالهمش وش صاير في البلاد. كنت تروح دوكا نشرة الأخبار ولا تلقى الدو فا بيان والحمد لله والتآلف الرئاسي ولا التحالف والأخر كذا وفرحانين، وناس مساكن شباب رو بالحجار يقتل في بعضها، ما عم بالهمش خلاص فرق وش صاير وش يفك يفيقوا. مساكن مضروبين والناس هاربة، هذا في ماتش لعبة وبيناتنا، وش راح تقول لي تانا ايادي خارجية تخطيط من الاشقاء وما نعرفش الامارات، تانا هذه تانا الامارات وهذه تانا الاستعمار الفرنسي والصهيوني هي اللي قالت هذه. انت ما قدرتش تحمي المواطن تاعك، ما قدرتش تركح اوضاع، ما قدرتش يعني تخلق بيئة ومناخ والناس حتى تروح ترفع روحها بماتش وتروح فرحانة، عجزت. حتى الامن انت اللي مسؤول عليه. الملاعب الجزائرية اصبحت غير آمنة، هذه ساي سان كونستا، هاومي هما اللي يقولوه. تفضل خويا المخرج، حط لهم شي يقول هذا الكلام. الجزائرية أصبحت وما زالت غير آمنة، غير آمنة. لي كونديسيون دو سيكوريتي سون با ريوني في لي ستاد الجيريان، سورتو سارتان ستاد وين صعيب باش تورغانيزي ماتش دو فوتبول. يعني نحن نقدموا التعازي. فوالا يا ناس، حتى تعترف لي مسؤول على الأمن في الجزائر نوتامون لي ستاد، برك يا خاوتي فشل، ولات الناس تقتل بعضها في ستاد، فشلت. بغض النظر على المجالات الأخرى، خلينا سيدي نقولوا هذا برك لليوم لأنه حدث ولازم توقفوا عليه. وبالك تشوفوا أنت مشو سياسي، هو ما كانش حدث سياسي قدها أكثر من هذا يا أخي، فشل تام. الفشل لهنا ماهوش اقتصادي، قال واش الناس لقات الخرشف غالي ولا قالت العدس مقطوع ولا لا، الناس قالت ولدها اللي كان حي مات، تسمى سي بير، الأرواح ولا تتقاس. احنا نشوفه الحمد لله المؤسسة العسكرية راهي تدير في مناورات وكل يوم كذا باش تحمي المواطن من اعتداءات خارجية وما يقتلوهش، فتقول لهم يا جماعة الناس قاعدة تموت من الداخل، الناس اي مش للبرة اللي قاعدة تتاكي فينا، رانا من الداخل بسبب سوء التسيير ولات الناس تموت من الداخل، لي في الفوت، لي في الاكسيدون في الطريق، لي في ليزاغريسيون، لي في السرقة، لي ضرب اخته هي في الانستغرام بموس، لي هبال، هبلت ناس، هبلت. لي ينتحر، لي يحرق روحه، لي يطلع فوق البوطو، لي كذا، ناس بالجوع ما خلصوش 12 شهر، ناس كذا. الأمن الداخلي يعني استثمار كبير على الحدود، مليح يعطيكم الصحة، لكن كون جاب الموازات ما عرفش يصير. وحتى هذا الأمن نسمعوا علي بن شيخ وش يقول عليه. تفضل أخويا المخرج. دوكا انت راك تامن باللي راح تحبس، انا ما نامنش باللي راح تحبس. هل انا مش انا ما امنتش بلا ما نروح نولي اللور بعيد، انا ما امنتش نهار ولا حبيت تضحك زيد ضحك، مولوديه جي اسكا في قسنطينه نهار الشتاء، ربي سبحانه وتعالى البلوك كاع الدنيا طايحه تيرا معمر، لو كانت توريها هذيك كوميسيرو ماش قال له كان شي حجي ورات ولا ليغ والاخر امنوا بالكذب ولا يمشي الكذب على الصح، وحنا الشعب الجزائري كلنا شفنا الحجر وشفنا هذاك لو جون اللي في الشغل الواد هذيك اللي تحت من تما بدات الفتنه هذيك صح تما ما كاين والو نورمالمون رابور الناس اللي شافت كيف كوميسارو ماتش دير زوج حجرات ومازال ولا اليوم يدير لي ماتش باش شوف اللي ما على بالهم لا بحتى واحد يموت جون هذا زيد يموت الاخر وزيد جون اللي وريته ضربوا موس وخلي لي جون اللي يجبدوا عليهم الموس وينحيوا لهم جاكيطات ينحيوا لهم الباسكيطات ينحيوا لهم لي بوب ينحيوا لهم كل شيء. خويا انا ما نمش بلي راح تحبس، انا ما نمش. شفتوا يا خالتي، يعني هذا هو المستقبل، سي دو بير اون بير. وهل هذه الحادثة، على الأقل نشكر، والله نشكر قناة الهداف اللي تناولوا الموضوع يعني بكل جدية.
إن باقي كل ما كانش ناس كلها تحكي على بن قرينة أو ساند بن قرينة يا جماعة، الناس كل في اللاطيلية تكتب، يقول يعني حدث فيتال كبير وشبابي قاعدة تموت، والناس قاعدة تقول لكم يا ولدي راهي كارثة صايرة لتحت، أو واحد ما عم باله كما يقولها سي بن شيخ، راه مش هو عم بالهم حتى واحد، هذا قريساوة والاخر نحاولوا في استاد ما نعرف الباسكات، والاخر نحاولوا كذا، والاخر ضربوه موس، نعت لكم صور تحيروا ناس في السبيطار درك من اللي ماتش، تحير تحير يا خالتي. وهدرناها البارح وقلنا للاسف يعني ما جاتش صدفه، راهي كل الظروف وكل الشروط موفره باش يصرى هذا الحدث، كلش موفر، الضغط، التيكيات بيعهم نهار قبل، الملاسنات، الامن، كلش موفر، وفروا لك كلش، وفرت نفس الشروط، كل الشروط باش يوقع هذا الحدث، فسيتي بريفيزيبل، ومش انا اللي نقولها، كل المحللين يقول لك هي كانت باينه، والبير انهم كانوا يقولوا للسلطات يا السلطات يرحم والديكم حذاري، راهي راح تقع كارثه هذا العام، راهو عنف كبير، راهو تسيب كبير، راكم زاغيتوها بين قوسين. هاو احد المحللين وش يقول، تفضل. كانت كنا ننتظر اننا نوصل الى هذه الحادثه. لماذا؟ لان عده مرات في بدايه هذا الموسم تكلمنا العنف في الملاعب، وشحال من مره ورينا هنا في الهداف تصور تاع بعض الانصار لاشتباكات بيناتهم وسلكت، لكن هاد المره هاوليك وصلها، ما قدرناش نهربوا من هذه القضيه، لان لي بريلود دان اكسيدون باري ايتي بيان بيرسيبتيبل دوبي كلكو سيمان. لا فيولونس هذا العام في الملاعبين بزاف، وكنا نحضروا من نهايه الموسم بيان سور، كنا نتكلموا في يعني في على العنف في الملاعب، العنف في الملاعب شحال خطا احنا نتكلم، وقلنا باللي لازم الردع، وقلنا باللي لازم الامور تحبس، لازم تهدأ، لازم كذا. هاو اليوم مسكين الشاب هذا، نتمنى ان شاء الله يكون اهل الجنه، ونتمناو تانيك باللي جماهير يخلصوا العبر من هذا الموت، هذا الشاب هذا اللي مات في عز شبابه. الجماهير اليوم تتوعى شويه كي تشوف ايماج كيما هذه رضوان. شفت اخت، وعنده الحق، وانا نشهد لها قناه الهداف من اللي بدات لا سيزون هي تحذر من العنف في الملاعب، توقع كارثه. المغاربيه ماهيش قناه رياضيه، لكن هي تانا كانت تحذر من العنف، ماشي برك في الملاعب، العنف في الجزائر، الاعتقالات، القمعه، ترو ما شفنا لويزا حنون قالت لك شويه تهدئه، شويه تهدئه، وكانه غير احنا اللي نشوفوا برك. طبعا هما في الرياضه شافوا العنف من حقهم، لكن الغربيه وكل الضيوف اللي يجيو يشوفوا عنف في الجزائر كامله يا ولدي، مش غير في الملاعب، المتدخلين يا ولدي، اني رحت المستشفى راه هاني فلان، اني مجاهد، هم قتلوا لي ولدي في الصحراء، بوليسي وما بعد وشرطي ولا عسكري ما داروا ليش، هم معطوا بيه الجيش، قالوا هم عنف في كلش، ونفس الشيء هما برك في السبور وحنا في كلش برك. وكي يجيك واحد في التليفون يقول لك علاه تخوفوا في البلاد، يا ولدي كارثه راح توقع هذا الضغط، الناس اللي ما خلصتش بالشهوره، الناس اللي تروح السبيطار والله غالب، والناس اللي عندها الله شويه امكانيات تروح تداوي في الخارج، والاخرين كيفاه يديروا، وزيد الحراقه، وزيد البطالين، وزيد هذه كله احنا نندروا نديروا اندارات يا سلطه، الله يرحم والديكم، راه ولدي ما انا طامعين في والو، طامعين برك في الجزائر تعيش في استقرار، واللي يهدد في هذا الاستقرار هو سوء التسيير، ماشي المواطن البسيط اللي اونديكابي اللي تروح تعتقله وانت في ورقله، ولا متقاعد جيش اللي مسكين راهو معطوب ديجا حرب، وتزيد انت تعتقله بتهمه تهديد استقرار الوطن، تسمى اوت، خلاع خارج نطاق التغطيه. ربي يرحمه على كل حال يا خواتي، ونتمناه الشفاء اللي مازالوا في السبيطار، لانه هذا تسمى راهو ادور الاخر، تسمى قبلهم كاينين تاع الضربه تاع عنابه تاع قسنطينه كذا، هم بعض الصور يعني تسمحوا لي سي شوكون، مي هاك تشوف مسكين كيفاه مضروب، هذا في ضربه تاع ماتش عنابه قسنطينه، شوف كيفاه راه، حطها اخويا المخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعاني لحد الآن وممكن يصرى له اختلال، لأنه كي تكون أعطينا صورة أخرى، أيضا صورة أخرى تظهر ما يحدث للكثير من الأنصار داخل مدرجات أو خارج
المدرجات. الآن أعطيني الصورة تاع بيان أيضا أنصار شباب قسنطينة أيضا يتحدثوا هنا على وفاة الشاب المصاب ياسين بحجر في الرأس. شفتوا يا أختي خيط منا منا دي حشرة حشرة دارت له هك حلته منا منا دي ضربة تاع موس وما يديرش هك بها ضربوه الله أعلم مسكين وخايفين لا يولي مختل عقليا. ثم حط موه الشاب هذا مسكين عجل كرة هو راح ربي يجيب الخير يا خالتي. طبعا سينتو الوعي المجتمع المدني لوعي الناس لوعي كذا في كلش في كلش يعني في كل. اسمحوا لي طولت يا خالتي لانها روح وشاب جزائري وتعازينا الاهل يعني انه كون جا خويا ولا كون جا يعني كنت ندير عليه اكثر نك لكن هذا الوقت وعنا وقت في القناه ودونك لازم نحترمه ونرجعوا شويه سجيو المكالمات يا خويا نفتحوا شويه ما ناكلوش حق المواطن والمتفرج اللي حبي يتكلم. يا خالتي سي مراد من البويره السلام عليكم ومرحبا بك. اهلا وسهلا محمد. اهلا وسهلا اخوي العزيز تفضل سي مراد معك لطفي. الو السلام عليكم خويا مراد راك على المباشر باش ما ناكلكش وقتك. السلام عليكم لطفي الزول في اللون. الزول مرحبا بك سي مراد. سلام عليكم صباح. اولا ترحموا على الشاب هذا اللي مات في بومرداس وظهرت العنف في الملاعب. راك تسمع؟ نعم الصوت واضح. واضح. نعم ظهرت العنف في الملاعب يعني ديجا الصوت هذه كانت عدت رات اقترحت لو كان سواء يعني توقف غير كرة القدم في الجزائر بسبب ليس ظاهرة العنف وبسبب كذلك الفساد الذي يحدث في الرياضة لأن الآن يعني الفساد لأنه الآن كرة القدم دخلوا الدخلاء الناس يديروا بزنازين في المقابلات في الرياضة وهذه هي التي تعطي اسمها العنف في الملاعب. ونقول أن العنف ممكن أن يكون حل كمثلا كما حدثت في مصر عندما وقع عند سنة في لقاء بين إسماعيلي والأهلي ولا الزمالك حدثت يعني هناك قرار بأن كل مقابلات يعني في البطولة المصرية تلعبها ويكلون كلهم كل مقابلات تلعبها ويكلون يعني قرار حتى الآن داو يعني الأنصار يدخلوا بكذا مع اللقاءات الدولية يلعبوا مثلا فريق بتاعهم في كأس إفريقيا ولا المنتخب المصري يدخل. شكرا مراد على المعلومة بارك الله فيك. إذا كان أي مشكل نوصلوا له نوقفوه ثم دوك نوقفوا القطاعات كل ربي يسترك أخ مراد خويا. مرسي سي خالد من الجزائر مرحبا بك السلام عليكم. مساء الخير أخي لطفي. مساء النور سي خالد. دقيقة ونصف هذه غير كافية قولها لك لازم تضاعف على الأقل 3 دقائق. نترحم على المعتدى عليه الذي وفته المنية ربي صبر أهله إن شاء الله. العنف في الملاعب في الجزائر قديم ليس اليوم. أنا أتذكر مقابلة بين ليسما وخنشلة في السبعينات قريب حرب لكن زادتها المخدرات وزادتها الناس اللي ما عندهم ما همش رياضيين خلاص ولا دخلتها سياسة بعبارة أخرى دخلتها سياسة وكل شيء تدخله السياسة تفسده. هذا الواقع لا ينفع فيه خطب المساجد ولا الوعظ ولا الإرشاد. حسن الظروف المعيشية وفر الحقوق وحاسب على الواجبات. أما واحد اليوم يرفع صورة تاع معتقل رأي في لغران بوست تدور به 10 سيارات تاع الشرطة بينما واحد هز سلاح أبيض وفي ملعب يدير وش يحب. هذه كارثة. لازم ضمير الأخلاقي أولا والوازع الديني ثم القانون
والحساب والعقاب. هذه هنايا خاصة بجهة معينة. شكرا لك سي خالد، شكرا لك. لكن حتى في الاوروب صرات ماشي غير بك، لكن امام الجدرمية وكلش والسيدي تضرب ويموت، هذه ما شناهاش سي خالد. شكرا لك. محمد من الجزائر، مرحبا بك، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بك سي محمد، اهلا وسهلا. خونا لطفي، انا نقول لك السياسه نصفر هذا كامل يدخل في راسه. اسمع فيا. نعم نعم سي محمد. انا نقول لك على السياسه نصفر كامل يدخل في راسه. باسكو الشعب هذا داو لهم صفوره تاع البالو هذا وداهم للهويه فيه، وعاد يموت وعاد يقتل ويصفر. نقول لك حاجه، الصفور هذا الدرام داهم كاع صاحب الصفور، ما داوش معاهم الشعب كاع. هذه انا نعطيك رسميا. وزيد كاينه حاجه، انا نشوف عندك على بنكري هنا كي يجي يقول لا رندي ولا فلان ربح زاد. حنا على بالنا بلي يقلب على منصب تاع وزير، ما غادو حتى واحد. وما هذاك بنكري هنا يقلب على منصب تاع وزير ملي كان مع عباس مدني، ويقلب على منصب وزير مع بوتفليقه مع تبون. دوك يجي اي راس يقلب على منصب وزير ما يخدمش علاش. شاب ميت ونقول له انا نادم على الرابعة ولا الخامسة، قول له شوف فات فهم ولا البيت فات خدمة للشعب. انا صامح انت ماجيستي الدكتور صغير تروح سي محمد توسي على المصب تاعي توسي على هذا هذا ما تهدرش عليها. روح للصندوق والربح الله يسهل عليه. هكذا انا نعرف الخدمة هذه. كما قال القاس الله يرحمه بالدوميسيس في الحج، قال لي لو كان خلاو تفوتوا المرحلة هذه ويجي المرحلة صغير خويا كل لحظة يجي وين كل لحظة. خوزيت على منصب تزكي لي رايس وانت ما تعجلين تيخا. شكرا سي محمد، شكرا لك على رايك يا سي محمد. نزيدوا مكالمه اخرى خويا المخرج. الوناس من بومرداس، سي الوناس السلام عليكم. السلام عليكم اخي لطفي. السلام عليكم. مرحبا بك. شوف يا اخي لطفي، لطفي شوف حنا على بالك حنا 250 الف قاتل، على بالك ماشي حاجه سهله. على بالك تسبيت حسابات الكل ما يكونش الوئام وطني يكون تسموح ويكون ديني، على بالك ما تفراش. على بالك بزاف الناس مظلومين، الناس محقورين، الناس تعدوا على حرمه تاعهم. الناس يعني لازم يكون الدين هو اللي يفصل. الدين يكون لازم تسامح، يديروا وئام وطني ويكون تسامح، يسرحوا الناس اللي راهم في المساجين مظلومين والناس السياسيين اللي راهم مظلومين. اودي داروا عجب وعجايب، اقسم بالله العظيم لكم ما يكونش هكذا، يكون تسامح مع ما تفراها. خاطر راه واحد انت واحد اللي قتل لك بابك، قتل لك خوك، قتل لك تعدى على مرتك، تعدى على الشرف تاعك، كيف تسمح انت يا ها وليدك ها وليدك تحكي لهم او اخوك كيف انت يا ها راه ظلم عقب. الناس كانوا ما على بالهمش كاع بربي سبحانه. وان شاء الله ربي ان شاء الله يكون الخير في البلاد هذه، وما يدخلوش يعني الناس علماء، الناس شرفاء، الناس ما زال العنف وما زال كذا كذا. بارك الله فيك اخي لطفي. فيك بارك الله، شكرا لك يا سي الوناس. نزيدوا مكالمه اخرى خويا المخرج. ابو مروه من الجزائر، السلام عليكم سي ابو مروه. امين امين. ان شاء الله يتبتوا عند السؤال ان شاء الله يا ربي يعفو عنه. امين. وخويا لطفي واش نقول لك، يا كل حال التربيه تربيه، باسكو دوك واحد اللي يعني رباوه والديه رحم الله الميت، مانيش على الميت يعني اللي قتل، واحد اللي رباوه والديه ما ظنيش يرفد خنجر مموس. وكما قلت انت الدوله هيئت لهم كلش، راك هضرت كلش وكان غير قلقت الموضوع هذا باسكو هضرت كلش فيه. الكلمه هذه تكفي، ما دام انت باش يشري تيكي يروح يبات في السطات ومن بعد بالتيكي يشريه منبطحا وبالسبان والمطرق والظروف تاع الاستاد الداخل حدث ولا حارت. يعني هاد الانسان زيدون بليس راهم 80%، انا نهضروا لطفي نهضروا راهم 80% لما يدخلوا الاستاد راهم يدخلوا كاع بالمخدرات، راهم قدامنا ورانا شبو بهم. يعني ماشي كاع الا من رحم الله وقليل ما هم. وشنو هنا لازم الردع على الجميع، القانون على الجميع ماشي غير على المستضعف. لازم القانون على الجهة تبدأ بالإدارة وتجي حابط باش تلحق للشعب. فك الله أسر المساجين والله ينصر خوتنا في فلسطين. آمين. شكرا لك سي أبو مروى، بارك الله فيك.
سي رمضان من أوراس، السلام عليكم يا سي رمضان، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أزول في اللون أزول أزول، مرحبا. وتحياتي لكل المشاهدين إن شاء الله. أخي لطفي الفليو هذا اللي راك تهضر عليه، بون ترحم على الجون هذا الله يرحمه وي مسكين. أهضر خالو كبير سنة تيدي أون بليس عنده وي. ألو وي، سنة تانية جامعية شفنا خالو تكلم وي. سني صح سني تيدي أون الله يرحمه مسكين. بون يا لطفي من جم... ألو تسمع فيا لطفي؟ نسمعوا فيك، تفضل يا رمضان، تفضل نسمعوا فيك احنا. داكو باسكو كاين بزاف بون هذا ما تنجمش يا روتي، هذه ماشي افير سياسه ولا امن يا روتي. تي بي با عندك ان ستاد مينيموم 20000 سيبورتر، كيفاش راح تجيب؟ لازم كل شاك دارير ان سيبورتر. اسكو ما ينجموش يا روتي. هنا لو فينومين هنايا لازم كيما قال من قبل ليديكاسيون، ولازم يكون انسان متربي. والفينومين هذا يرتي صرا في اوروب. شوف يرتي 85 لا فينال تاع لا ليغ دي شامبيون اونتر جوفنتوس وليفربول، لعبوا دون ان ستاد كي سابيل هايزل، هذا جا في بلجيك. يا لطفي كاين 39 مور، 32 ايطاليان، 5 بلج، ان فرونسي، ان نيكوسي، اوكان انجلي مات. بورتون ايكيب تاع ليفربول لونجلتر مع ايكيب ايطاليان جوفنتوس. ابخي سمانه من بعد عبد الناصر ربح جوفنتوس 1-0. ابري الخراب العربي في مصر يا رتفي، جوست ابري لعب في الاهلي مناط مع الزمالك 111 مور يا رتفي. لو فينومين هذا يا رتفي هذا راح يكون وين كان الجمهور يكون. درك كاين الحضاره من الحضاره، كاين التربيه من التربيه. شكرا لك يا سي رمضان. سي رمضان يقول هذا لا علاقة له بالسياسة ولا بالضغط، وإنما صارت في دول أخرى. شكرا لك على التوضيح أخوي رمضان. سيدة وردة من الجزائر، ألو ألو، مرحبا بك مدام السيدة وردة. السلام عليكم خويا لطفي، الحمد لله كلكم بخير، صافي بليزير دو فوا. مرحبا مدام. سو جون دو سوجي والله مرضنا أنا طون كو مير. Mais j'ai peut-être une idée à donner, si c'est possible. Marhaba. C'est qu'on a une grande responsabilité dans l'éducation de nos enfants. L'État, elle est ce qu'elle est. CSA, elle est ce qu'elle est. Mais les parents, où est-ce qu'ils sont les parents? Nous avons vu les enfants, quand même derrière, il y a une famille. Comme les parents, ils ne peuvent pas les enfants. Ils ne peuvent pas les enfants. Ils ne peuvent pas les enfants. Ils ne peuvent pas تحوس عليه ما خلاش يراه. الله لا ما يكونش هذاك الصفات كامله، هذاك الماتش ما يكونش. دوك حنا اون غوفيان توجور بليك سي ليتا. ليتا وي ليتا دو بروتيجي، مي لا فامي اوسي اون امون يا اون فامي ابخي كان ليكول لا اون ابسونس خويا. يعني جو حنا دوبي لا ديسيني نوار هذيك ولينا اون سو ديتاس اونتر نو، ميم الشعب بيناتنا هذا اللي يسمع ولا مولوديه هما قبيلي ولا عربي ولا شمالي ولا جنوبي ولا Je ne sais pas, qui ont des fêtes pareilles ou un match pareil, ils n'ont pas inculqué dans leur esprit que c'est un match, donc c'est un plaisir de voir, de partager. Non, non, on n'a pas ça. Alors, pour le cas où les dirigeants ou les docteurs, donc on s'implique. Il y a un problème de s'aimer dans notre pays. شكرا مدام، عندك الف حق، عندك الف حق. التربيه تانا والتوعيه تلعب دور. احنا قلنا كاينين اسباب، يعني قلنا برك انيميرينا لو برومي لو دو، ولكن التربيه وديكا لازم فيها. ولكن ساعات مدام اسمحي لي، في الدول الاخرى كون لابوليس تعدي في الليل تلقى امينور يروح يكونفوكي والديه، وش يدير المينور تاعك برا؟ يتحاسب عليه سيرفيس سوسيو اكسيتيرا. لكن بون، خونا جمال ينتظر ابري نحكيو عليها. سي جمال، سي جمال السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، اهلا وسهلا خويا جمال، مرحبا. لاباس رفيع خويا؟ لاباس، ربي يحفظك، تفضل يا جمال. حبيت ندخل في القضيه هذه تاع الشاب اللي توفى. والله الاخ لطفي يعني ما بقاش رياضه في الجزائر، شبيبه كون يعني ضايعه، ما من الاحسن انهم يحبسوا هذه الرياضه هذه، لانها ما بقات رياضه لها. هذه الرياضه معموله قبل كل شيء هي اخلاق وتربيه، والرياضة اللي ما فيهاش أخلاق وتربية من الأحسن أنهم يوقفوها. يعني حتى الأولياء لازم يتدخلوا، يعني طول لك عمره 18 19 سنة 20 سنة، يعني
خليه يروح يسافر 200 كيلومتر 400 كيلومتر ماكش على بالك وين راح رايح، ماك على بالك مع من رايح. يعني انا ضد هذه الفكره هذه تاع كره قدم في الجزائر خلاص. وانا ما نقدرش نكسر في، وانا عندي واحد 15 سنه 17 سنه ما تبعتهاش، ما تبعت. تسقسيني شكون المدرب ولا تسقسيني شكون المساعد نتاعو ولا تسمى كيفاه جمال من عندنا مشكل من الحيوه، من عندنا مشكل من الحيوه الرياضه. ومن اللي عاد تشوف في حوايج كيما هذوما لكن حتى حاجه تشجعك انك تتبعها ولا ما. المهم خويا رطفي وش راه، شكرا لك، شكرا لك يا جمال، شكرا. مشكل الوحيد كان بزاف كرهو يعني هذا مع انه الرياضه تربي يا اختي، سبور تربي. فوالا شكرا، نحبسوا من المكالمات. وكما شفتوا كل واحد عنده راي، نعم. وكل سي ان تو، اون بو با نقولوا غير الدوله وغير السياسه، لا التربيه تاعنا. كي عاد جدارمي واقف والناس تضرب تسمى، حتى احنا بكري جدارمي كي تشوفوا تخاف تحترموا على الاقل. دروكا يضرب الحجار نورمال، وما تخافش الحاجه هذيك تضرب وحدك تسمى قاتل وتروح للحبس، ما عملوش نروح الحبس. ومن بعد البارح شفنا يعني للاسف الاغواط، طفلة هذيك يعني قاعده تدير فيها لايف، قاعده تحكي على المكياج وكلش، يجي اخوها في نص اللايف يروح خلي لها يعني سبحان الله ما يخافش حتى من الحبس. يعني سي فوكين ايتود على ديك. احنا ليدي تاعنا ماهيش انه لا فوت في السلطه ولا لا فوت في الشعب ولا ليتود، يفوك يعني الهدف تاع الفكره اللي هدرتها اليوم سي كو يفوك تحبس السلطه وتحاول تفهم واش صاير في لا سوسيتي. كاين بروبليم، اون بو با افونسي كيما هكا، يفوك نحبسوا يا جماعه، كاين كارثه، كاين خلل كلكو بار. اسكو سي لي بارون، اسكو ما هي الخطه اكسيتيرا. مالوروزمون اون ا با سا. ماشي الموت غير في الصطاد اخوتي. اليوم شوف الارتيكل، شوف الارتيكل فقط اليوم يعني باش تعرف سي بارت. اليوم السمانه هذه برك قال لك حوادث المرور 35 قتيل و207 جريح خلال اسبوع. سمانه يا اخوتي، سمانه ماتوا 35 في الطريق، سمانه ونجا شهر ونقولوا ابري بمعدل واحد كل يوم. ها يا سيدي شهر، لا هذه سمانه، سمانه برك 35 ميت في الطريق. كيف انت هاو تسمى هاو؟ او قلت لكم في كل دومين عندنا يا لطيف الموت، اي بورتون الناس تسوق يعني وش يزرب فيك. ما كون جاو عندنا دي زوتوروت كيما تاع الالمان قال لاش اضرب 200 كيلومتر الور، الناس هيت حاليت في التريك في حاله. يعني 35 ميت في سمانه، احسبها انت كده يعني سي انكرويابل. كل يوم جنازه، كل يوم جنازات، مش جنازه والله غالب. يا دو تو كيما قالت السيده ورده، يا دو تو كاين التربيه، كاين ليدوكاسيون، الوعي اللي مزروب، التاكسيور اللي حاب يربح كذا سي ان تو، ما نقدوش نحصرها في واحد. لكن كي نشوفوا المسؤوليات نلقاو شكون المسؤول الاول. الطريق اول حاجه هي الطريق مدقدقه لي يعني. شوفوا اليوم برك في سطيف صبت شويه مطر العشيه، اليوم شوفوا سطيف كيفاه ولا. تفضل خويا المخرج. شفتوا يا خوتي، هانكور حندخلوا في الدومين تاعنا تاع ليزانفراستركتور وتاع البنيه التحتيه وكل سما. ها سيدي لافوت تاع شكون؟ لافوت تاع المواطن اللي طيش وبوش الروكارات، هذه مش قضيه، هذه تسمى او ريزو كامل، اي ستركتور كامله مفوتيه للاسف. ها باش يولي المواطن حيقول لي واحد نعم ما يتصرف في الاوروب وصرات في اسبانيا، تقول له يا ولدي راني معاك ديما، احنا في كل عام طب شويه برك، اي تصرى فيضانات بارتو دون لو موند وعبر التاريخ صراو فيضانات وداو دي فيلاج ودي فيل. لكن احنا والفنا رايحه تصب في بلاصه صاي دوك تولي كيما هك، هذا يدلك باللي الطريق تاعنا يعني
ربي يستر، حنا ماشيين بربي يستر بركة خالتي، ماشيين بربي يستر، ما قلتلكش لا فوت تاع هكا ولا لا فوت تاع هكا، ربي يستر. هنا تانا نطلب السلطات تتوقف وتشوف اذا كان سطيف كيما هكا في الدول في البلديات الاخرى والاخرى مساكن كيفاه كيفاه راح يدير. و سي نورمال كيما قلنا كي توفر الاسباب يصراو الموتى، سي نورمال. عندك في سمانه اكثر من 30 قتيل، سي نورمال. حاب تقول الطرق تاعك راهم في حاله، الطرق تاعك في حاله، وهاو دليل صغير يعني. كان دي زيماج بزاف ماهوش موضوعي، لاني اني الوقت يكني ولازم ندخلوا في الموضوع السياسي. مالغري سا يا اختي، مالغري سا، انا ساعات نتفاجأ لما نروح الوطنيه. شفتوا احنا الحصه تاعنا نورمالمون نحكيو على شويه بنقرينا وكذا، ولكن يا دي بريوريتي وحوايج الانسان لازم توقف عليهم، كيما هذا القتل تاع الجان ودي، ولعل ام اللي درك تشوف وبالك تقول لولدها يا ولدي حبس عليا اصطاد، ولا ما تروحش ولا تخاف عليه ولا تبدا، لعل ما تدريش. حنا نديروا ثقه في ربي سبحانه انه الرساله تاعنا توصل على الاقل، لما منعنا واحد احنا بيان، احنا الحمد لله درنا الرساله تاعنا. لكن لما تشوف الاعلام الجزائري والاعلام الوطني، نشوف النشره نقول هاي عواه راح يحكيه، ما هو الخبر المهم اللي راح يقولوه كيما تبدا النشره؟ هذا سي لانفورماسيون الاولى، هذه هي لانفورماسيون الاولى كروسيال، مهمه جدا في حياه المواطن الجزائري اللي لازم يعرفها. نشوفوا مع بعضنا النشره كيفاه تبدا وعواه تحكي. تفضل خويا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية وفي إطار مكافحة الإرهاب وإطراء عملية بحث وتمشيط بجبل تمولقة ببئر الصفصاف بالقطاع العسكري الشلف بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت مساء أمس مفرزة من الجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابيين، ويتعلق الأمر بالإرهابي قشقوش عبد القادر المدعو أبو جعفر والإرهابي خلوفي عبد القادر، واسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف و ثلاثة مخازن ذخيرة من دار ميدان وأغراض أخرى. تأتي هذه العملية لتؤكد يقظة وعزم قوات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا المجرمين حتى القضاء النهائي عليهم. شفت يا خالد انفورماسيون يعني الأولى، وش كان في إطار مكافحة الإرهاب، ما زلنا في إطار ما زلنا في الإرهاب والجيش ويكافح. نعم يا خالد، هذه كنت تدخل نشره تاع اوكرانيا تساس كومبرون، ولا في غزه، ولا ما عمليش وين تدخل هكا، لا غالب دون زان ايطا، لا غالب في حاله حرب. دونك الخبر الاول اكيد متعلق بالحرب. يعني احنا تسموش شتيكي، قلت لكم راك تحط في سوسيتي بلي راك تي دون زان ايطا دو غير، راك في حاله والحرب وفي اطار والارهاب وياكل فيك والجيش يروح كم، انت ترعب في الشعب ولا تخوف؟ سي فري سيت اون انفورماسيون كونتيست با، الحمد لله الجيش يعطيه الصحه كذا مهما كانت لافورماسيون، لكن هذه ما تجيش الاولى. الانفورماسيون وكانها يفوق تدخل في العقول هي الاولى قبل ما تروح مع الاخبار الاخرى، الور كان دوتر حوايج مهم اهم. كان كي تقول لي قضاء وانا ارهاب، ام كان دي جان درك خلقوا ورا التسعينات ما يعرفوش هذه قضيه الارهاب. احنا كبرنا وشفنا وعشناه، هو ما يعرفوش ويحط لك الصوره تاعو كلش كلش، سي ان بروغرام مش كاين هذا. وش حط لي الصوره خويا المخرج، ها الصوره حط لك، ها هما الزوز ارهابيين، قضاء على ارهابيين اثر عمليه بحث في اطار مواصله كفاح مكافحه الارهاب. ما زلت ما فضش الارهاب، احنا تهنينا من الارهاب ودخلنا في العصابه، وقلت لنا باللي القايد صاي حارب العصابه وقضى على العصابه، واحنا دخلنا في كما قلت بون العصابه الاخرى هذيك تاع ماشي المافيا واحد اخرى. لا 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 زد ورشعونا دركس كيف كيف، ها ها اش تيقول لك حكموا رشاشات وحكموا ما نعرفش، انت تقول ها هي خالتي الحكايه حطها كبيره اخويا المخ، خلي شوفوا ها هكم زوز سلاح باينين، كانوا في تقول كانوا في اللفة في ها هم مزنزرين في حال اخواتي، ما نعرف هادم يمشي ودي جا ولا لا، تقول كانوا في المتحف مخبيين تاع وقت الامير عبد القادر، وهما شوفوا لبستهم يا خالتي. هل واحد اون 2024 عايش كيما هكا؟ انا جو كونتيست با لانفورماسيون، مي يعني ساعات شو قش تقول الوقت كان في كهف، كان في اون كافيرن وخرج اترافير لو طون ولقى روحه لهنا، بالك كان مخبي ما نعرف وين ده. وما لبسه تقول كانت في الميوزي، تقول خارج من لامومي دو الفيلم تاع لامومي هذاك. هاي يا سيدي لبسه
مازالت وش هاد اللبسه؟ ما تفهمها قمجه، ما تفهمها وش هذا؟ خشخوش ولا ما نعرف، هذا من مد حدوح خلنا الدخشوش ولا خشخوش ولا حشحوش ولا ما نعرف وش اسمه، والدحيره والسلاحه هاو كدخير اخوتي، ثلاث كرتوشات مزنزرين ما نعرف معمرين ولا لا، وشويه دقله ولا وخيط وما نعرف، هذا هو عجب يا اخوتي هذا. والمكافحه تاعو راهم كيما يعني انفورماسيون ساعات تحب تاناليزاها دون كيل بوت معموله الله اعلم. والارهاب هي احنا نسميه ارهاب، هم يديروا عمليات اجراميه او ميم طون. كنت نشوف اخبار يا اخوتي، حط لي الصوره تاع الخبر اخويا المخرج يعني باش لي جان يفهموا، يعني الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة المركبات كذا وكذا، هاد الشبكات اللي نشوفوهم لكل يوم هدم خاوتياكم تلقاهم عندي الفيديوهات، مش نحب نضيع وقتي، بيقول لك حكمنا شبكة ويحطوا السيوف، شفتي طابلة كاملة سيوف وخناجر، هدم مالجري قاعدين يقتلوا في الشعب ويسرقوا ما يقولوش عليهم إرهاب، بس حزوز هدم اللي يستفتحوا بهم يقولوا عليهم إرهاب، كالي لا ديفيرونس يا أخي، مجرمين مجرمين، على هذا نسميه ارهاب ورشاشات وفي اطار المكافحه تاعو، وهذا تنازع يعتبر ارهابي، وعلاه الاخر ما تقول شبكه اجراميه سيدي هم ياغريسيو ويسرقوا في، لا اصله كلمه ارهاب احنا عندها واحد لا رولاسيون تري تري انتيم كيما نقولوا انتيم مع الانتخابات والسياسه، هاك تفهموا احنا الكبار يقولوا لنا الارهاب نفهم واش معناتها كذا، هاك تعرف الارهاب وبيخلطوا البلاد هذوما، لا مش يخلطوا البلاد، هذو مجرمين يقتلوا ويسرقوا بصح يعني نواياهم طيبه، يعني خطيهم يعني لحاجه اخرى، يقتلوا ويسرقوا يقريسيك ينحي قشك يعتدي عليك يغتصب بصح خطيه يعني، والاخر ارهابي ارهابي حبي فسد الدوله، اروح حتى فسر كيف هذا تسميه شبكه اجراميه والاخر تسميه ارهابي على اي اساس؟ ديجا حاب تغرس فكره باللي الارهاب مازال وباللي رانا نكافحوا، وحاجه ثانيه حاب تفرق بين دو كريمينال، هذا راه في المدينه وهذا معليش اخبار ولا كذا، الاخر عنده معنى سياسي. هذيك السيده ورده قلت لها سي توتي او شويه لاصق في السياسه، وحنا فاهمين كلمه ارهاب عندها يعني يعني دي بونسي هاك سا زوز اونتون باللي جماعتك تعرفوا اللي حابين وخلطوا البلاد، لكن خلينا خوتي مادام حكينا على الارهاب، مادام حكينا على هذه المرحله تاع الارهابيين، خلينا نحكيوا على الناس اللي كانوا يكافحوا سوا ديزون الارهاب مساكن، واللي كانوا فريمون يوقفوا مع الوطن، لاني وعدت انه الاسبوع هذا نتكلم عليهم اللي هما متقاعدي الجيش، نسمعوا بعض الرسائل تاعهم، سمحوا لي حنطول شويه عليكم، ولكن لأنه زملائهم راهم في السجن وحاب نعرفوا علاه. تفضل خويا المخرج. أهلين، السلام عليكم خوتي، معكم توجور كوني سماتي من كوريا تحت لواء تنسيقية الوطنية للجيش الوطني الشعبي من معطوبين متقاعدين أرامي الشهداء وذوي الحقوق، حتى المشطوبين إن شاء الله ربي معاكم إن شاء الله ديو حقكم برك، ولو كتلة واحدة برك ربي شي مرضانا، ربي يطلق المساجين نتاعنا خاصة المساجين أي مسجون نظام ربي يطلقوا إن شاء الله، خاصة المساجين التنسيقية اللي راهم في البليدة وفي الشلف على جال حقوقهم، خرجوا باش يذكروا الرئيس، الرئيس في 2019 وعد قال باللي حقوق تتلبى وذكروني، الرئيس راهو الحق 2025 الكونترا نتاعك خلاصت وخلاصت العهده نتاعك وما دينا والو، مدوا لنا 200 الف، الناس تدي بال 5 ملاير، الناس تدي بال 500 مليار، الناس تدي بال 200 مليار، جابوا خام جا من الخارج جابوها للعنابه ضربت 45 مليار من الاخر، وحنا ضحينا على جال البلاد هذه، دينا القمع ودينا دينا القمع ودينا الضرب والسب والشتم، ورجعتونا ايادي خارجيه، رجعتونا ما نسواش، رجعتونا باللي حنا اللي حرقنا البلاد هذه، الحمد لله البلاد هذه ضحينا عليها وما زلنا نضحيوا عليها، وربي خير، هادو اللي راهم في الحبس 55 واحد هذا يحتاجوا خوتي، يحتاجوا معاونه، يحتاجوا ولادهم يعيدوا ان شاء الله بربي ان شاء الله، يحتاجوا مناضلين تنسيقيه في 48 ولايه يكونوا يد واحده الى اخره الى اخره. هذا للاسف النشره تاعنا ما يحطوهش في النشره، هذا لا. هذا يا اخي قلت في اطار مكافحه الارهاب، هاو في سيد مبليسي ومطيش وحايا في اطار مكافحه الارهاب، هل تحكيوا عليه؟ ما تحطوهش في بدايه النشره، حطوه حتى على الاخر سيدي في الجينيريك، يطلع الجينيريك حطوه يعبر برك، ولا ما تحطوهش في النشره، جيبوه في حصه من الحصص برك، بصح ما يجيبوهش. كون جات النيه صح في اطار مكافحه الارهاب وما نعرفش هام هاو يحكي لك. ويمد رسالة للرئيس باللي راهي فضت العهدة الأولى تاعك وما شفنا والو، ما ديناش حقنا، بينما شفنا أحزاب اللي تمثل الشعب
كلهم بإجماع أنه حق العهدة الأولى كانت رائعة في القمة، دونك هذا بالنسبة لهم يكذب. تعرف خير من الأحزاب أنت، نعرفه احنا. ويخرج بن جرين ويقول لازم نكملوا كيما هك، لازم كيما العهدة الأولى نزيدوا نكملوا الثانية، وهذا يقول لك يا ولدي ما دينا والو احنا، مسخرتوا بينا. ثم بن جرين لا يمثل هذا الناس، هو يمثل فئة أخرى اللي حابة تواصل ربما على ما تحقق بالنسبة لهم، أما بالنسبة لهم شيء ما تحقق، فهو لا يريد أن يواصل مع ناس لا تحقق له شيء لمدة العهدة كاملة. هذا رأيهم. ولكن مادام حكينا فقط على الإرهاب اختي، ونزيدكم والله نزيد، لأنه قلبي معمر مساكن مهمشين، واحد لا سمع بهم، واحد لا سمع بهم. نسمعوا الرسائل اللي مدوها التبون يعني بمناسبة نهاية العهدة تاعو. واصل أخوي المخرج. مادام أنت رئيس وكنت واقف في ناديك نهارات وتهضر في بيتنا وتهضر وتقول 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 ودي جيبوا الفيديو وروحوا عندي، والراي حقوق المشطوبين، والراي حقوق المتقاعدين، والراي حقوق الارامل الشهداء، والراي حقوق الحرس البلدي، والراي حقوق الدفاع الذاتي، والراي حقوق الزملاء انت وانا اللي كلهم كلهم عانوا في العشريه السوداء. وين راهي؟ وين راهي حقوقهم؟ انت تقول انا رئيس، انت هذيك نهارات في بيتنا تقول بلي يا ودي انا رئيس، انا يجبك انا شوف تحت من قلبي، تعرف شتي تحت من قلبي او تحت من قلبي، سبحان الله تحت من قلبي، لانك انا الانسان ينقبض من لسو. وراي حقوق الحقوق انت وانا، وراي وراي حقوق المشطوبين هادو والمعطوبين وارامل الشهداء والمتقاعدين والدفاع الذاتي والحرس البلدي، وراه هاد الحقوق وين راه؟ وين راه متحف لمن؟ لو تحت من قلبي سبحان الله العلي العظيم، يا وانا قبضتك من لسانك، انا وعدتني عندك عهده يسمولك يسموك الملف تاعي نهائيا، لانك انت فمك في باتنا قلت الكلمات اطنان، راني في بلاد جيبوا الفيديو جيبوا الفيديو وروحوا ليا، راني في مكان كلمه سوا فيه اطنان، اليوم راهم دخل فيهم للحبس، دخل فيهم للحبس، ومن بعد حابني ما نهدرش وحابني ما نشركش فمي وحابني من، ومن بعد تقول لي ودي تشرك الفم البعيد، واش من تشرك الفم البعيد؟ واش من تشرك الفم البعيد؟ واش من تشرك الفم البعيد؟ انت يا وعدت، انت اللي وعدتني، انت تقول لنا بلي ودي قلت لنا بلي احنا انا ندبر راسي الملف راهو عندي، انت ورا الملف، ورا الملف طويتو، انت طويتو جبتو، انا شوف من ساعة بوتفليقة قلت لكم كاع كذابين، حق ربي لا كاع كذابين، شوف من ساعة بوتفليقة زدت انت زدت، شوف راكم جايبين بين 30 عام، انا من نموت شندير بجد هذا الحق، شندير به؟ شندير بجد هذا الحق؟ شندير به؟ شندير به؟ من نموت؟ من الانسان يموت؟ يموت واش يدير بهذا الحق؟ واش يدير بجد هذا الحق اللي راكم تهضروا عليه؟ واش ديروا به؟ واش ندير بقسامه انا؟ وزيد البنادم كي يهضر دخلوه للحبس، ها الزملاء تو انا 55 واحد واللي دخلتهم من قبل، هذه شنو تعتبر هذه؟ هذا موش حقرة موش تهميش؟ يا ما يستعب بلع فمك؟ بلع فمك، بلع فمك ولا ندخل جدك للحبس، هذه كي تسميها انت؟ كي تسميها انت رئيس الجمهورية؟ كيفاش تسميها؟ كيفاش تسميها؟ يا ما طالبش بحقك ولا تدخل للحبس، هذه كي تسميها؟ ومن بعد يقول لك الانسان ما تهدرش، كيف ما تهدرش؟ نخرج مانيش عارف نخرج من مشك مخي من هنا، كيف الانسان ما يهدرش؟ شاهو انا عرمة تاع خمس 60 جنرال ولا مانيش عارف بيا حاكم اللي جد البلاد، انا ديني دي 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 حياتي مضيعه عليا انا، ومازال في 2024 نهضر على حقيه، ومن بعد تقول لي ايادي خارجيه، واش من ايادي خارجيه اللي تهضر عليه؟ ايادي خارجيه باسكو راني نتوجي في المصلحه تاعك الشخصيه، لاخاطرش كي نهضر نتوجي لك المصالح تاعك، ونتوجي لهذ الالويه اللي ما بغاوش يعطوا لنا حقنا، نتوجي لهم المصالح تاعهم، كي نهضروا حنا على ذيك دايرين ايادي خارجيه. واش من ايادي خارجي؟ انت بلعت لي فمي عطيتني حقيه، انت قيمت هاد الناس راك دخل فيهم الحبس، انتوما عطيتو لهم حقهم، انتوما راكم ظالمينهم قاهرينهم، مغتصبين لهم حقوق تاعهم وزيدو مغتصبينهم، مغتصبينهم، وراني نقول لك بلي مغتصبينهم، وهذا الكلام سجلوا عليا، سجلوا عليا في المحكمه، سجلوا عليا وين تبغي كاع، وين تحب تسجل جدو، وين تحب؟ هذه كي تسموها انتو؟ كي تسموها؟ كي تسموها؟ ومن بعد تقولوا ودي هاد الناس راهم ضد الوطن، واش من ضد الوطن؟ انت انسان مغتصب له حقه وحارمه من حقه، وعارفين بلي ودي حاله الطوارئ الناس كامل معنيه، وعارفين جدها، عارفينها قاعدين تمسخروا بينا حنايا قاعدين نهار كامل انتم تيري والين، ومن بعد من يجي يهضر انسان ايادي خارجيه، انا قلت لكم اقسم بالله انا جو سوي فخون ونقول الصح ديريكتوم ونقول الصراحه، لو كان راه فيا ديفو، لو كان راه فيا نقول لك، لو كان راه فيا ديفو نقول لك،
كيف الانسان في اوروبا يصيب روحو مقيم، يعني يصرى له حاجه ولا تصرى له مرض ولا تصرى له حادث عمل، يعرف الحقوق تاعو من كل شيء، وفي البلاد بلع فمك تجي تهضر على حقك دخلوا للحبسه. كي انتم راكم استعمار ولا بيغ كو لا فرونس ولا كيفا؟ كثر ما فرنسا اللي دارتو في جدودنا ولا كيفا؟ بارجع بترجعونا انتم كيما هكذا ولا كيفا؟ الى اخره يا خابتي، الغضب كبير، الغضب كبير، عهده كامله وما تلقاوش الحقوق ولا الوعود، وبالعكس تلقاو السجن، الضرب، القمع، التهديد والاتهامات بالعماله للخارج. واش هادي تانا كيما الفوت نزيدو نحبسوهم تانا؟ قال واش نقطعو سما كل ما نوصلو المشكل؟ قال واش ولا نعالجوه ولا نبرضيوه ونسوانيوه ونفتحوا المجال؟ هو يقول باللي ما يخليوش ناس تهضر، بورتون الاحزاب البارح اللي يمثلوا بين قوسين الشعب قالوا الرئيس يهضر والناس تهضر وكل حريه التعبير. دوك نصدقوا هذا ولا نصدقوا الاخرين؟ نعاودوا المكالمات يا خالتي، نفتحوا نخليوا الناس تهضر على فكره وتتكلم في المغاربيه بكل حريه سواء كان موالي ولا معارض. سي سمير سلام عليكم من عنبه، مرحبا بك. سلام، اهلا وسهلا اخوي العزيز، ان شاء الله تكون بخير. وش راك اخوي لطفي؟ لاباس؟ السلام عليكم. لاباس، الله يسترك. وعليكم السلام، تفضل خونا سمير. نترحموا على جان تاع المناصر تاع سيدنا مولودية العاصمة. والله غلط، شفت وانا سمير تسمى يونسيون سبورتيف وفوتبولار من عنابة. ايوه انا استاد هذا وعشرين سنة ما رحتلوش. وعليها سمير يا ولدي واش راح نقول لك؟ استاد هذا ما بقاش استاد. هذه الحاجه في الجزائر، اني متفائلك عبال كبير متفائل بحوايج ياسر في الجزائر. صح استاد، راهو مشتي متفائل خلاص. والله انا عندي ولاد اختي حي يروحوا للاستاد ولا نعود حاكم قلبي نقول هنا يجيبوهم في سركاي ولا يديهم للسبيطار. والله العظيم كي يروحوا للاستاد نعود نخاف، صدقني يعني متفائل بالبلاد اخي، ديما نعيط نقول لك صح. تقول لي باللي الحمد لله الامور بالعقل، المستادات دي راني نمشي متفائل خلاص. من واه اخويا سمير؟ نتمنى من ربي سبحانه يديروا قرار ويكون يسمعوا فيا، يحبسوا خلاص هذه كره القدم. ونيونسيون فوتبولار يعني كنت نلعب البالون. من واه سمير هذه حتى نوصلنا لها؟ ونعرف جماعه يعرفوا يدير البالون، بصح البالون هذا راح في الجزائر صدقني ما رقدتش البارح متفلل. ايوا علاه في رايك سمير؟ في رايك وعلاه وصلنا لهذا الشيء؟ ماشي متربيين. واش راح نقول لك؟ اونديري كيروحوا ولاد اختي يروحوا للاستاد، اونديري رايحين للممات. الشعب ما فهمتش والله تاع الاستاد هذا، والله ما فهمت صدقني يا لطفي يا خويا، ما فهمتوش الشعب تاع الاستاد هذا، ما فهمتوش والله ما فهمت، مع كل احتراماتي. واني تعرف اني يومي خلاص واني غضبان. والسلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا سمير، يعني انسان متفائل يشوف يعني انه ديما يقول لنا الحق باللي كاين امل والبلاد بالعقل اصبروا. لكن قال لك الفوت يا خويا اسحاق سيان دومان تما كون يحبسوه خير، هذا من بين الاراء. وعلاه درك الله اعلم علاه وصلنا لهذا الشيء. لويزا، سيده لويزا من البويره، مرحبا بك. سلام لطفي وليدي، وش راك؟ سلام يما العزيزه، اهلا وسهلا، ربي يسترك، مرحبا بك. الله يسلمك وليدي، يا والله غير تعرف نشتيك بزاف بزاف بزاف. الله يسترك يا ام العزيز، ربي يسترك. الله يسلمك وليدي، حبيت نهضر برك على البلاد هذه راحت فيها والله غير راحت. شوف نقول لك ترتوع كل خطره يقولوا الارهاب هادو مساكن السجناء التسعينات يخرجوهم مساكن يثيروا عليهم ويقولوا باللي الارهاب باهي سيخوفوا الشعب. ماذا وش نقول لك وليدي؟ ربي ربي يجيب الخير، البلاد راحت والشعب ثاني. انا نقول لك الشعب ثاني راه مساهم بزاف، خوفوه اللي خوفوه واللي شراوه واللي ما على باليش. والله ما بقات ويغيظوا الشباب. والله احنا كبرنا رحنا وليدي لطفي كبرنا، ما بقاش بصح الشباب هذا، البلاد راحت. ربي يكون مع الشباب هذا. هذا واش نقول؟
شكرا لك يما العزيزه، ربي يسرك، ورايك مهم جدا يا السيده لويزا، والله سي تري امبورطون، بس ناس يفهموا باليوم كاينين اللي يعني عندهم نظره فاهمين، يعني كما قالت لك ربما كاين ناس يجبدوهم، ربي يجيب الخير. شكرا لك سي فيصل من عنابه. اخونا فيصل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك فيصل، ان شاء الله تكون بخير، مرحبا بك. تفضل. لاباس الحمد. شوف انا راه نعلق على الاحزاب هذه اللي دارته مع السلطه، هتديرني يرموا عندها واحد 3 جور ولا 2 جور. وي وي. شوف هي نرجعوا كما قال لك كرونولوجي الاحداث، نجيبوها من 22 فيفري 2019 كما قال الحراك، ضرب الحراك دار 2 عامين، هاك معايا. وي. احنا عشناها وشفناها، عشناها سيرتيرا وشفناها كما قال لك، ماشي نظريين، شفناها. عم بالك الشعب اللي خرج كان رافضهم جملة وتفصيلة كل. صح. ما كان لاش وسيت لاسامي تاع الاحزاب. درك اليوم انت عامل، شوف هذه النقطة، رافضهم الشعب، انت مام تعمل لقاء رافض السلطة ورافض الاحزاب الكل اللي اجتمعت 27 ولا 37 ولا 60 حزب. رافضها كل. أنا شفتها، عشتها وشفتها، بعيني عشت وشفت. لكن هم درك فيصل يقولوا الاحزاب هذه تبدلت وكل جاو كي شغل ليفري، زعما كانوا بكري عصابه، درك احزاب جديده، مام لا فلان ولا رندي. نو 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 ما كانش، عن بالك واش تبدل، ما تبدلش كيما قال لك، الروح بقى هو تبدل كيما نقول احنا ثعبان، يبدل الجلد تاعو بصح كيما قال لك يبقى توجور ثعبان، يبقى كيما قال سيبون. ثاني حاجه هذوما ما تبدلوش، على نعطيك حاجه، امبارح هضرت لنا على جلالي سفيان تاع حزب التجديد، حزب الجزائر الجديد هذا هو سفيان، قلت لي وقال لهم لا، انا شفته في عنابه نهار اللي جا في لا كومباني بريزيدونسيال، اخي كان دارها وشارك فيها عيني 2019، شوف جا بعيني ما قدرش هو يلم بالك 100 واحد اول كور، وهي لا صح تاع كياف المسرح الهواتل، ما قدرش وين قاعد لي في الكور وقاعد يدور مع 31 40 وانا نقول هالو اللي يسمع فيا. صح فيصل، نشفع عليه في الكور وصوروهكم قدر لقاء يعني دو بروكسيميتي كما يقولوا، ولكن سيفري ما عندوش طبقه شعبيه، بس الليدي تاعك فهمتك، يعني انه انسان لا يمثل الطبقه هذه، وكانوا مرفوضين، كانوا متسبيين الاحزاب يعني. ولا شكرا لك على كل حال، ربي يسترك اخونا فيصل. نزيدو سي ابو عبد السلام، السلام عليكم. ما ابو عبد السلام، ابو عبد السلام من بلعباس، السلام عليكم. تكلم معنا البارح الله اعلم، ما عليناش، ما كانش ابو عبد السلام، ما عليناش، سينو باش نربحوا الوقت خويا نروحوا نسمعوا برك لا ديكلاراسيون تاع بن قرينا، لكن تقدر باش باسكو لحقنا الوقت ما دخلناش في الموضوع تاعو. تفضل. قد استجاب مجلس الشورى الوطني بترشيح الاخ الفاضل عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية لرئاسة الجمهورية، ويكون هو الفارس الذي ستراهن عليه حركة البناء الوطني مع كل من يتقاسم معها نفس المقاربة ونفس القيم ونفس الطموحات من الأحزاب والمنظمات والنقابات والجمعيات. فوالا دونك قال انا تانا كما شفتوا مع الجمعيات والنقابات والحركات، واتي واتي كل هذوما كل اللي رايحين معاه، احنا تانا دخلنا معاهم باش نوقفوا مع الرئيس بوليتيكمون سي سون دروات، لكن تكنيكمون تسمى انت حزب عندك برنامج عندك رؤيه عندك كذا، لازم تدافع على برنامج تاعك. لا اخويا احنا معاه اللي كتاف وعراض، احنا معاه اخويا، ما يهمش، احنا ما بون، هذا رايه، ولا تقدر تقول بالك سياسي يضرب عن باله طالع تبون يقول لك بهذوما البوليتيسيان يخموا كيماك هو طالع نرشق فيه انا شويه حتى وين يوصل يسيبني نكون موا، قلت لك كيما يلصق في التران ذاك او رايح منا بعديش نركش فيه حتى يوصلني وين يوصل، نرمي روحي على الاقل نضرب فيها وزير ولا رئيس حكومه، ومن بعد تكون عندي خبره كي تبون نفهم باللي ما عندوش دوطر شونس باش يترشح للثالثه، انا يمكن الوقت هذاك نكون عندي صدى اكثر. سي دي كالكول، لكن انا عجبني باسكو لهنا بن قرينا شي الناس رفقت، لكن اقطعه بن قرينا عقليته تسمى بون نورمال، ما سمعش تزغريت
قال لهم اش يا جماعه، قال لهم كان غير الرجال تسرفق نسحق الزغ راك تعرف يشتي والحكايه تاع النساء والزواج ويموت على الحكايات هذوما. ان توكا خلينا نسمعوه كيف يعلق على الزغريطه. تفضل. مزوين كاع ما تعرفش الوحده اللي تزغرت، كاع ما كانش واحد اللي تعرف تزغرت، كاع ما زوج كيمشي واحده زوجت بنتها كاع زغرتي نائب رئيس تعرف يتزغرت. انتم صوتوا، انتم صوتوا باجماع تقريبا وحشمانين من هذه ولا شفت فوالا قال انتم صوتوا خي نورمالمون انتم هم اللي فوتيتوا باش نروحوا مع تبون وعلى حشمانين ما نعبروا باللي راكم فرحانين هم صوتوا ويموت على الحكايه تاعك زوجتي بنتك وبنتك وزوجتي وراجلك يموت على دي زيستوار هكا عرفتهم تاع ما نقدرش نقولهم ما بيش كيف يسميهم بالعربي نعرفهم الفرنسي. لكن فوالا هاي نائب الرئيس زغرت افرح يا سي بن قرينا. نرجعوا يا خويا لشويه مكالمات مازال لنا شويه وقت. عسي بن قرينا اللي قال لهم ما تحشموش. محمد من تيزي وزو. سي محمد السلام عليكم. سلام سحر لطفي خويا لاباس. لاباس الزول مرحبا بك تفضل. فلاك اول مره اللي عيط المغربيه. مرحبا مرحبا سي محمد. والله يسلمك راك نورتني على التلفزيون الله ينورك. ربي يسترك سي محمد تفضل. احم والديك لطفي احم والديك خويا. الو وي وي تفضل سي محمد وليك دوك اهدر حتى تفضل. البلاد ماشي بلاد لطفي خويا، زمان خير بكري خير والله دوك الناس هاي تسوفري مساكن الشعب هاي تسوفري، حنايا دوك تاع الجيش تسوفري ويتمسخروا بينا وكلش غالي وكلش الوساخ كلش الكذب، ما كاش خاوه ما كان والو في البلاد هذه لطفي خويا، والله ما كانت تسعى حتى حبه حاجه المليحه، حاجه اللي تفرح ما كاش. يا هو بن قرينا فرحان وقال لك لازم عهده ثانيه وش يتحقق. لا لا والله كاع خرطي لطفي والله العظيم انا ربي عزيزني وكريم نحلف لك والله والله غير خرطي في الخرطي كاع الناس هاي تسفري، الخدمه ما كاش الكذب كلش غالي كلش فلوسه اللي يصطاد تروح يصطاد ما تفرح، تروح لافيل لافيل تمشي ما تفرحش، لافيل لافيل تاعك بلا ولايه تاعك والله ما تفرح، كاع الناس خرجوا من العقل مساكن وغاليين والناس هاي تسفري ما صابش واش تاكل ما صابش وين تسكن ما صابش والو والو والله راك تشوف تشوف الناس هاي تسفري بزاف بزاف. شكرا تنميرت سي محمد، يعني كما قال محمد عنده لا ما نزيد ولا ننقص. شكرا لك وصفه للوضع كان واضح. حسين من الجزائر السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا خويا حسين تفضل راك على المباشر ان شاء الله تكون بخير تفضل. البارح كنت هضرت لي على البديل لكن الالتيرناتيف سي صح. وي وي سي حسين وي في رايك الالتيرناتيف ديال البوفوار هذايا. وي كي تشوف بن قرينا يهضر سمعتو سمعتو يهضر بن قرينا هاك سمعتو هي بور لوي اخر منه شفت النيفو راه هابط النيفو تاعنا هابط شفتو شفت هذا زعما حزب معارض مسمي روحه معارض ونجيب العجوزيمة اللي تعمرها 80 سنة غير التلفزيون يخرج منه. والله العظيم يا اخي ما نمش هما هما العجوزيمة على بالي تخاف ربي ما تخاف ما تسرقش. هادو على بالك علاش جاو هادو سيدي اليافر على بالهم كان 400 مليون اورو راح يتصرفوا في الانتخابات هادو وعلى بالهم اللي ما يطلعش هاك شوف لابروف دار رشح دارك رئيس حزب يطمع باش يطلع للسلطة لا لا صح هكذا صح ايه وكيفاش يقول لك نرشح تبون شوف لا ميديوكريتي والحاجه شوف النيفو ونحبط خويا لطفي شفت وين رانا رايحين بهذا النيفو هذا وين رايحين اقسم بالله نحشم قول انا جزائري والله لا نود نحشم كنت شوف عباد كيما هذو يهضروا في التلفزيون يعني سوبريم بور دي زون بوليتيك كيما نقولوا لا حول ولا قوه الا بالله نوكلوا عليهم ربي هذا ما كان. شكرا لك سي حسين شكرا لك مي بون سي سون افي هو يريبريزونتي نفسه على كل حال هو يعني الجزائر بريئه ولكن سي نورمالمون حزب يدافع البرنامج تاعو اللي بناه منذ سنوات ويحب يوصل به لكن ربما قلت لكم سي استراتيجي يقول لك عن بالي تبون طالع طالع امبوسيبل نوقف كونترو ابقى كيماك. اسي الهواري مرحبا بك. السلام عليكم لطفي خويا غير اسمح لي انا ما كنتش باين هدف ولا غير باين واجب واحد الانسان المهم الله يطلعك سراح مسيونين التسعينات ومسيونين الراء وربي يحفظ علي بالحاج
وربي شافي ابو ماريا. السيد اللي هضر معاه قال لك جبت لك جيفاتيش مع ليفربول، هذه شحال عندهم؟ عندها 40 40 عام ولا، عاودت لطفي ما زادتش راس. جبت لك على الاهلي عاودت شراب ما كاش، هذوك عيطوا لهم سيدي زاكسيدو تشرى في كاروطه في صوت. فهمتني لطفي خويا؟ فهمتك يا سي الهواري. لهنا سي الهواري الله يبارك، لهنا حبست لي مخي يا سي الهواري، يعطيك الصحة يعطيك الصحة يا سي الهواري، انت حيلك. بشير من بومرداس، سي بشير. الو خويا، السلام عليكم خويا لطفي. وعليكم السلام، اهلا وسهلا سي بشير. الحصة تاعك وقناة المغاربية وجميع العمال تاعها، شكرا خويا لطفي. الله يسترك، شكرا خويا لطفي. والله غير شغلتنا بنقرينا هذا، والله غتقول ربع يا خويا، يعني كيف يوسو في الشعب هذا ويصفقوا ويزغرتوا، والله غير بزاف على الشعب هذا. اسبابهم كاع الحركه هذوك اللي كانوا تما، كاع حركه كاع فرنسا خلات موال، خلات ولادها وخلات الاخر امبوسيبل باه الجزائر تستقل. حنا الحراك كان يطالب الاستقلال ونعيطوا بالاستقلال البلاد، والله غير شوف الشعب غير على باله كاع، على باله كاع باللي كاين، يعني كاين كما يقولوا كاين واش نقول لك، استعمار، قول استعمار، استعمار مازال ما استقليناش، وانا نتسناو في الاستقلال، وعلى بالهم كاع يعني الظلم اللي راه صاير. بصح والله غير يقول لك نورمال ويفعصط. شوف يا خويا لطفي، الحاكم يغلط غير غلطه صغيره بركي، الجرنان يحضر، البوست يحضر، ويحضروا كاع واش داروا واش داروا، بصح بالغلطه تاعهم ما يحضروش. يقول لك يا الخوف يا يخافوا، يا يقول لك انا ما نحضرش، انا ولا وليد فرنسا، اكثريه تلقاهم ولاد فرنسا، ما يحبوش الجزائر هذه باش تسقل على جالها البلاد. يا شريده لا، الحق للمنصب هذاك باش يدير كيما داروا الاولين، الحق للمنصب يموت يموت، يقتل الشعب هذا كاع وما يعطيكش المنصب تاعو. على على يا خويا لطفي، الحق للبوست هذاك يقول لك انا ما نديرش، انا ما نلحق الدالتي ونطلق هنايا، الله غالب، هذه رايحه البلاد. وكما قالت لك الاخت لويزا قبيله، قال لك والله راحت البلاد هذه وامبوسيبل، غير الى الشعب هذا ضحى، نضحوا يعني بالغالي والنافس. عاد الشعب الجزائري كما يقول لك كي اهل فلسطين، حنا هما اصحاب التضحيه وما خافوا عديان، في سبيل الله والحريه حنا مجاهدين. قالها عمي الباجي الله يرحمه، عمي محمد الباجي، ان شاء الله احنا يكون الشعب هذا نورمالمون يثور. ما بقاش يا خويا، ما بقاش، نضحوا خلاص خويا، الله غالب علينا. شكرا خويا بشير، نعتذروا برك على كلمه حركه برك، يعني تعرف خويا بشير ما نحبش يعني هاد المناضلين تاع بنقرينا، ويعني احترموهم، هما يزون فيها شوا بوليتيك سان ريان افوار، يعني سي لا ديموكراسي فو اكسبتي. انت عندك راي، هو عنده راي، انت تشوف عندك صواب والاخر غلط، هو يشوف روحه صواب وانت غلط، لكن نبقاو دي زالجيريان ونحترموا بعضنا، ما نخونوا ما نسبوا، اون كومبرون، وانسان غاضب لكن سي دي زافي، هذا هو، هذه لا ديموكراسي، هما يتبعوا رايهم وقال لك حنا نساندوه، ربما كان ناس اخرين ما يساندوهش وحابين يترشحوا، مي حابين نعرفوا كما قلنا احنا البديل كيسكي بروبوز واش يديروا. هو مشى في طريقه واختار حر في نفسه، بكري مع متقاعدي الجيش اللي شفناهم اليوم في الحبس اختاروا انهم يساندوا تبون، سي ان شوا بوليتيك، لكن اليوم شافوا باللي غلطوا لانهم ساندوه بلا ما يعني وفى لهم حقوقهم، دركا ربما يغيروا رايهم اكيد ولا الله اعلم، لكن سي دي شوا بوليتيك، لا يعني انهم حركه ولا مش حركه. سي فري كو يغلطوا، وفي دي مومون كيما هذا المفروض الانسان يثبت على المبادئ تاعو، ما يغلطش وما يتبعش كذا، لكن صاري برك ما نسبوش بعضنا ونحترموا بعضنا. اليوم شفنا بنقرينا وكيما قال جمعيات وحركات وكذا، واكيد دوك يتبعوا العديد من الاحزاب كيما بار تراديسيون في الجزائر مع بوتفليقه اكسيتيرا اكسيتيرا، ربما كاين احزاب اخرى ولا شخصيات اخرى راح توقف ضد، وربما ناس اخرين حتقاطع كومبليتمون، هذا ما نشوفوهم في المستقبل ان شاء الله. ديسي لا تلاقوا في ساعه الخير، ربي يحفظكم، شكرا لكم، ربي يرحم هذاك الشاب ياسين، وربي يرحم جميع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.